بالنسبة إلينا في الجزائر، فإن أبشع الصور التي نشاهدها هو أن يقوم هذا الغرب بدعم رجل مقعد، رجل لا يتحدث لا يتكلم. لم يدعموه فقط عندما قام بضرب الدستور بعرض الحائط وتعديله في نوفمبر 2008 والذهاب إلى عهدة ثالثة، وهو الذي كان قد خرج آنذاك من مرض سرطان المعدة الذي كان يعاني منه، والذي قضى في 2005 أسابيع في فرنسا من أجل معالجته. لم يسمحوا فقط بذلك بل دعموه، وعندما كانت تأتي الانتخابات كلما يجري انتخابات مزيفة ومزورة فإن رسائل القوى الغربية المباركة والمؤيدة والمهنئة، وهم يعلمون أنها انتخابات مزورة، وهم يعلمون أن أكثرية الناس لا تشارك فيها، وهم يعلمون أن قوى سياسية مبعدة، وهم يعلمون كل هذا، فإنهم مع ذلك يدعمون بوتفليقة الذي جاءت به دبابة 99. أبشع من ذلك وأسوأ أنهم دعموا عهدة رابعة وهم يعرفون أن الرجل مريض ومريض جدا، وأنه لا يستطيع حتى أحيانا أن يحمل منديل من ورق يجد فيه صعوبة. لماذا إذن هذه الدعاوي وهذا الادعاء بدعم الحريات وبدعم الشعوب وبدعم حقوق الإنسان؟ في واقع الأمر في الغالب هذا هو الاستهلاك المحلي. الشعوب الغربية لا تعرف إجمالا، ربما فقط الذين يتابعون ويقرؤون أو يهتمون بمناطقنا وما يجري فيها لا يعرفون مدى الاستبداد في هذه المنطقة، لا يعرفون مدى الفساد في هذه المنطقة، ولا يعرفون مدى تورط حكوماتهم في الغالب. أنا لا أقول كل الحكومات الغربية ولا أقول كل السياسيين الغربيين، ولكن الذين يمسكون بزمام الأمور لا يعرفون مدى هذا التورط، وبالتالي تبقى الدعاية الغربية تظهر وكأنها في شكل مساند للحريات. ومع ذلك فإن الذين يعرفون، وهناك كثير من الشهادات اليوم من منصفين غربيين يعرفون أن القوى الغربية في الحقيقة تدعم الاستبداد وتدعم الفساد في أوطاننا من أجل مصالح آنية سريعة، لكنها غالبا ما تدفع الثمن لذلك. نحن نجد اليوم مشاكل حقيقية داخل الدول الغربية وخلافات حقيقية وصلت إلى حد تبادل التهجمات وتبادل حملات وتبادل خطابات شبه معادية ما بين دول غربية. النمسا قبل أيام تندد بسياسات اليونان بشدة وتهددها بطردها من الاتحاد الأوروبي إذا أبقت على حدودها مفتوحة. اليونان والنمسا كلاهما انتقد ألمانيا، بريطانيا تنتقد الجميع، وبالأمس فقط الاثنين كان هناك لقاء مع الأتراك، عساهم يقنعوا الأتراك للإبقاء على السوريين داخل تركيا. تركيا بطبيعة الحال تجد نفسها تحت ضغوطات هائلة، ليس فقط بملايين السوريين الذين لجأوا إليها، وهذه تحسب لتركيا في حقيقة الأمر أنها تركت حدودها في الغالب مفتوحة أمام شعب مضطهد، شعب يقتل ويدمر بكافة أنواع الأسلحة، وإنما تركيا أيضا لديها ضغوطات من عدة جهات شرقا وغربا وشمالا، خاصة ضغوطات من روسيا التي لديها معها تاريخيا معارك لم تتوقف على مدى 4 قرون ما بين تركيا العثمانية خاصة وروسيا القيصرية آنذاك. ولكن ليس فقط روسيا. على كل، بالنسبة للغرب إذن القضية السورية اليوم أصبحت مشكلة داخلية حقيقية له، فكثيرين في الغرب خاصة القوى اليمينية المتطرفة بل حتى القوى اليمينية المعتدلة ترفض مجيء مزيد من المهاجرين. الرأي العام الغربي إجمالا يرفض مزيد من المهاجرين، لأنهم أولا هناك
شيطرة لهؤلاء المهاجرين في الغالب، وانطلاقا من شيطنة الإسلام، ولأن هؤلاء مسلمين فتتم شيطنتهم، تتم إظهارهم أحيانا على أساس أنهم حتى وحوش وأنهم لصوص وأنهم وأنهم، بل أن رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا هذا قبل بضعة أيام تحدث عن الغزو العربي لأوروبا والمخاطر التي تحدث منه. في الحقيقة أن هذه الهجرة السورية أساسا، ولكن أيضا عراقية وأفغانية، لأن من بين الذين يهاجرون ويلجؤون بعشرات الآلاف اليوم لأوروبا عن طريق تركيا أساسا، ولكن أيضا عن طريق دول أخرى، ولكن تركيا أساسا، ليسوا سوريين فقط وإنما أيضا عراقيين وأفغان وأفارقة بما فيهم جزائريين. ولماذا في الحقيقة؟ لأن أوروبا باختصار بسيط مسؤولة في حدود كبيرة على ما يحدث في سوريا، ومسؤولة أكبر على ما يحدث في أفغانستان وفي العراق. نحن نعرف الغزو الغربي لأفغانستان بقيادة أمريكا، ثم الغزو الغربي للعراق بقيادة أمريكا أيضا وبمشاركة أوروبية أساسية. هذه الشعوب دمرت أوطانها، دمرت حياتها، دمرت، قتل أبنائها، قتل أباءها، وملايين من اليتامى، ملايين من الأرامل، ملايين دمرت حياتهم إلى الأبد. يحاولون قدر الإمكان، أو بعض ممن نجا لحد الآن، أن يفر حيث هناك أمل لحياة ولو في حدود معينة، لحياة كريمة ولو في حدود معينة. إذن من بين الأسباب المباشرة لهجرة السوريين اليوم ولهجرة العراقيين والأفغان هو هذا التدخل الغربي في أوطاننا. في البداية يكون تدخل بدعم الاستبداد، ثم عندما تثور الشعوب تحاول التغيير يكون بخذلان هذه الشعوب وبدعم القوى الطاغية. هذا هو للأسف، وأنا أتحدث على هذا الموضوع وأعود لأقول لأن هذا هو ممكن الاحتمال اليوم في الجزائر. هذا القول ليس من عندي، وإنما من عند سياسيين كبار ومن عند وسائل إعلامية كبرى في الغرب بدأت تدق ناقوس الخطر، بدأت تتحدث على أن هناك انفجار قادم في الجزائر، على أن هناك احتمالات الانفجار تكبر يوما بعد يوم في الجزائر، على أن هناك 40 مليون يعيشون في حالة سيئة وأحيانا سيئة جدا، على أن هناك مخاطر حقيقية تتهدد هذا البلاد. وبدأ الحديث اليوم على أن المشكلة الكبرى هو في نظام سياسي شاخ عجز كبر هرم، وأنه وهو يشيخ فإنه أوقف الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، وأن الناس تعيش حالات من التوتر ومن القلق، وأن الناس تعيش حالات من الفقر المتزايد، وأن الناس تعيش خاصة مع انهيار البترول. عندما كان البترول فوق 100 دولار كان الغرب يهنئ، يبارك، يدعم هذا النظام القائم، لأن الغرب نظر بنظرة قصيرة المدى إلى كم ينهب من هذه الأموال وما زال ينهب. هناك نهب عالم تقوم به فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، عدة دول تقوم بعملية نهب. صحيح أنها تأتي في إطار مشاريع وفي إطار شركات وفي إطار تجارة وفي إطار، ولكنهم يعرفون أن أكثرية هذه العمليات فيها رشاوي، يعرفون أن أكثر هذه العمليات تباع بأكثر من سعرها. مثلا اليوم القمح الفرنسي وهو سلعة وليس من أفضل أنواع القمح في العالم يباع للجزائر بأسعار أكثر من السعر العالمي. إذن فرنسا شريكة فيما يحدث، حتى أن هناك جهة مؤسسة فرنسية شبه رسمية تحدثت على أن ما يحدث ما بين الجزائر وفرنسا ليس متوازن، وأننا لا نحول لا تكنولوجيا، وأي فرنسا لا تحول لا تكنولوجيا ولا خبرة ولا فهم للجزائر، وإنما تقوم بعمليات بيع بأسعار مرتفعة. إذن بدأت ترتفع أصوات داخل الغرب لتحذر أوروبا
من كوارث قادمة ستكون معها الهجرة السورية والعراقية اليوم لعبة أطفال، لأن الجزائر تقع على تقريبا مرمى حجر من أوروبا، أقل من 250 كيلومتر في اتجاه إيطاليا من القل ومن عنابة، وأقل من 205 كيلومتر في اتجاه إسبانيا من الجهة الغربية. من بين الذين تحدثوا في هذا أحد أبرز السياسيين الغربيين، وكان يرأس مناصب عليا في على المستوى الأوروبي وليس فقط الإسباني، وهو خفير سولان. وهناك جرائد أخرى، وهناك كتاب آخرين، وهناك كتابات أخرى، وستكبر هذه الكتابات. بدأوا يشعرون بالقلق، بدأوا يشعرون من أن قد يأتيهم هجرة الملايين من الجزائريين إذا ما انهار هذا النظام، وهم يعتقدون أنه سينهار في أي لحظة. بدأ المكر يعود ضدهم، بدأ مكرهم بدعمهم لهذا النظام الفاسد، لهذا النظام الطاغي، لهذا النظام الذي قتل أكثر من 200,000 أو تسبب في قتلهم من الجزائريين، بدأ يعود ضدهم، خاصة في حالة توتر عالية تشهدها المنطقة، ليس فقط جنوبا في النيجر ومالي وتشاد ونيجيريا، حيث معارك وحيث حروب وحيث وكلما نزلت تحت أفريقيا كان الأمر أسوأ، ولكن أيضا من الجانب تونس وليبيا. قد سمعنا ما حدث أمس في تونس وما يحدث في ليبيا، ومصر أيضا على أبواب الانهيار. فإذا ما انهارت الجزائر وانهارت مصر فستكون كارثة لكل المنطقة، وبطبيعة الحال لأوروبا أساسا، لأن يومها 40 مليون من الجزائر و 90 مليون من مصر، وأن الملايين سيحاولون الهروب، وأن البحر المتوسط قد يصبح بحيرة للدماء وبحيرة للقتل وبحيرة للهروب. أصبح هذا يناقش بشكل الآن صريح، وستزداد نقاشاته في الأسابيع القادمة، وهناك أصوات غربية تحذر من المخاطر القادمة خاصة من الجزائر. والسؤال الأساسي هو لماذا يدعم الغرب قوى استبدادية؟ لماذا يدعم الغرب قوى طغيانية؟ لماذا يدعم الغرب قوى فاسدة في أوطاننا؟ وأنه وهو يفعل ذلك لم يفهم بأن العالم قد تغير، وبأنه أصبح قرية واحدة فعلا بالتواصل وبالمواصلات وبالاتصالات، وأن الشعوب في نهاية المطاف وهي ترى نفسها تضيع، وهي ترى نفسها تموت، وهي ترى نفسها تجوع.